في زيارته الثانية للحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة براونزفيل هنا بولاية تكساس. رافق الرئيس بايدن خلال هذه الزيارة وزير الأمن الداخلي أليهاندرو ماريوكاس. وقد التقى بايدن في مدينة براونزفيل بعدد من أعضاء الحكومة الفيدرالية وموظفي الهجرة الفيدراليين في المدينة، بالإضافة إلى سلطات إنفاذ القانون هناك وأعضاء الحكومة المحلية. وتحدث بايدن عن ضرورة أن يتم تمرير قانون الحدود والهجرة الجديد في الكونغرس، واتهم الجمهوريين في الكونغرس بعرقلة تمرير القانون. إن الأمر بسيط حقا، لقد حان الوقت للتصرف، وهذا منذ وقت طويل. لقد تلقيت للتو إحاطة من حرس الحدود بالإضافة إلى مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة وموظفي اللجوء الذين يقومون جميعا بعمل رائع في ظل ظروف صعبة حقا. لقد أخبروني بما يريدون، إنهم بحاجة ماسة إلى المزيد من الموارد. أقولها مرة أخرى، إنهم بحاجة ماسة إلى المزيد من الموارد. إنهم بحاجة إلى المزيد من الأعوان ومن الضباط والقضاة والمزيد من المعدات من أجل تأمين حدودنا. في الأثناء وعلى بعد نحو 500 كيلومتر من مدينة براونزفيل، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يزور مدينة إيجل باس رفقة حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت. ترامب تعهد بأن يقوم بتطبيق قوانين أكثر صرامة في تأمين الحدود في حال فاز بالرئاسة، واتهم سياسات الرئيس بايدن فيما يتعلق بأمن الهجرة والحدود بأنها ضعيفة. الطقس جميل ويوم جميل، لكن الحدود خطيرة للغاية، سوف نعتني بها. وتأتي زيارة بايدن وترامب إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك هنا في ولاية تكساس في ظل تصاعد الاهتمام بقضايا الهجرة والحدود، لا سيما في هذا العام الانتخابي، وخاصة بعد الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من خلال الحدود مع المكسيك خلال الآونة الأخيرة. تأتي أيضا في ظل تباين كبير في مواقف الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بسياسات الهجرة وتأمين الحدود.